في الحديقة الدولية في أرض مدينة نصر الغالية. هنبدأ بكوريا الجنوبية، جناح كوريا الجنوبية. الأجنحة دي بيشارك في توضيبها بشكل أساسي الدول نفسها، والسفراء بيجوا هنا والوزراء بيجوا هنا يهتموا بأن ليهم حديقة. أظن الحديقة دي في منها أظن 7 في أوروبا اللي هي بتاعت كوريا، بيلفوا يطمنوا على أن كل حاجة معمولة، كل حاجة هتبص تلاقي شوف المنظر هم اللي عاملينها وبيجوا رمموها بنفسهم. فده يعني على الأقل يستحق أن احنا نيجي نتفرج ونشوف. زي ما انتم شايفين حاجات كده تحس انك في كوريا فعلا. بتصور يا مينا؟ كويس يا مينا. تعالوا نخش بقى كده ونشوف. الكلام هيبقى قليل قوي في الحلقه دي، لان الكلام يعني مش هو بطل الحلقه، بطل الحلقه الصوره. زمايلي بيصوروا المكان ده، جناح كوريا. في اسره اسمها أسرة كوريو، حكمت كوريا في العصور الوسطى، ومن هنا جاء اسم ايه؟ خالتة كوريا اسمها، نتيجة هذه الأسرة. وهي عاصمتها سول، وفيها تقريبا حوالي 51 مليون نسمة. وكوريا الجنوبية دولة متقدمة جدا. كوريا الجنوبية غير كوريا الشمالية، في بينهم حدود خطيرة. لا مش خطيرة، دي هي أخطر حدود في العالم كله، وأكثر حدود فيها تحصين، لأن انتوا عارفين حاكم كوريا الشمالية حاكم فز لا مثيل له. عارفين ولا نقول لكم عن حاكم كوريا الشمالية؟ عارفين عنه كل حاجة. ده أي حد بيزعله يروح ضربه من النار على طول، مفيش تفاهم. يعني في كلام كتير على إنه قتل أخوه بتاع حاجات زي كده. أنا رجعنا لقانون نامة العثماني اللي هو من قديم الأزل، اللي هو قال لك إن الحاكم من حقه. قانون نامة ده قانون عجيب، الواحد لما بيقرأ في كتب بيصطدم بالحاجات غريبة. قال لك إن من حق الحاكم إن هو يقتل إخواته إذا كان ده في صالح الحكم. فعمك بتاع كوريا الشمالية ده عمل القانون ده وطبقه على مش إخواته، على أي حد، فمالناش علاقة بيه. بس يعني أقول لكم بالمناسبة، يعني ما دام إحنا في كوريا وكوريا الشمالية، نصدق ان مفيش عربيات ملاكي؟ العربيات ملاكي لعيلة القوم بس. طب والناس الشعب يركبوا المواصلات العامه؟ ده عمرك سمعت عن كده ان بلد ما فيهاش عربيات فتروح تلاقي البلد فاضيه؟ زائد بقى طبعا عارفين حكايه قصه شعر دي ما حدش يقدر يقصها، زائد انتوا عارفين عنه حاجات كتير، مع انه عنده ده ما اظنش ما عداش 30 سنه، يمكن حاجه 30 سنه، صغير جدا. بس هو وما عندهم ما يعرفوش حاجه عن العالم خالص. انت عارف يعني ايه واحد حاط شعب كده وما لهمش ما يعرفوش حاجه خالص، هم عايشين في اللي عايشين فيه. شوف افتح في اليوتيوب وشوف هتلاقيهم شعب عجيب جدا. انما كوريا الجنوبيه حاجه بقى حلوه، احنا بنحبهم وهم بيحبونا، واحنا الحقيقه ما نعترضش على الشعوب، بس يعني ايه مكان جميل جدا. انت بقى كانك في كوريا الجنوبيه دلوقتي. كل بلد ليها تراثها وليها تفاصيلها الحلوه. انا احب مينا كده يتجول معايا في التفاصيل دي. وزي ما بقول لحضراتكم الحاجات دي اهملت في فتره من الفترات، وبعدين تمت حصل صحوه كبيره فجم بقى رمموا. احنا لعبنا فيها؟ لا، جم من كوريا، جه القنصل وجه السفير وجابوا الوزير، وزير عندهم مسؤول عن الحدائق اللي زي دي في العالم، يلف ويطمن ان وضع الحاجه بتاعت كل، واي نقش هنا هم يجي يصلحوا. جه مثلا عمرو ومعاه منى، فقعدوا قال لها بحبك يا منى. قال لا طب وليه نروح كده، خلينا في صلاح وسميحه. قالوا لنا عمرو ومنى ليه؟ صلاح وسميحه بتوع الوساده الخاليه. فبيجي هنا يروح راسم لها قلب، بحبك يا سميحه، بحبك يا صلاح، مش عارف ايه حاجات زي كده. فيجوا بتوع كوريا يصلحوا الحاجات دي، ينضفوا الخشب وبتاع. احنا مالناش علاقه. ليه؟ لان اللون لونهم والنقشه نقشتهم وكل حاجه تفصيله خاصه بكوريا الجنوبيه. لسه هنروح اماكن حلوه جدا في الجنينه. طبعا كل الحاجات دي جزء من الحديقه ومن مسموح دخولها بدون تذاكر ولا اي حاجه خالص.